بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للسادة المشاهدين الكرام. نحاول اليوم إن شاء الله نتناول وبكل شفافية ما تم تداوله خلال وسائل التواصل الاجتماعي والذي أثير فيه جدل بشأن تسرب بعض امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام 2016-2017 وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، ونحن لدينا الشجاعة الكافية لمواجهة هذا الأمر والإعلان عليه، ولذلك أردنا أن نضع المواطن الكريم في صورة الأحداث وفي المشهد بالكامل وما حدث خلال هذه الفترة. طبعا لدينا نحن إدارة عامة للامتحانات، هذه الإدارة جهزت تجهيز كامل من خلال الحكومة الليبية المؤقتة، ويتبع هذه الإدارة أكثر من 35 ألف طالب على مستوى الدولة الليبية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة. استطاعت الإدارة أن تجري امتحانات الشهادة الإعدادية بكل مهنية وبكل إتقان، وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بنجاح حقيقة. أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح امتحانات الشهادة الإعدادية من المعلمين والمعلمات والمشرفين ولجان الامتحان، كل من شارك في هذا النجاح له منا التقدير والاحترام. ثم بعد ذلك قامت إدارة الامتحانات بالعمل على امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وكان عمل مضني وشاق ويحتاج إلى الكثير من المهنية، وتشاركت إدارة التقنية والمعلومات مع إدارة الامتحانات في هذا العمل، وبالفعل استطاعوا أن ينجزوا عمل الامتحانات للشهادة الثانوية في وقت مناسب جدا وبشكل مميز ومنظم. وتم توزيع الامتحانات على جميع مناطق التعليم في أو التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، تم توزيع الامتحانات بالكامل على جميع مناطق التعليم من خلال مكاتب الامتحانات، وكل مكتب امتحان في منطقة تعليمية يتبع له العديد من مراكز توزيع الأسئلة. يعني نحن نقوم بتوزيع الامتحان، وتم التوزيع بالفعل ووصل الامتحان إلى جميع المناطق في وقت مناسب جدا. يتم توزيع الامتحانات لمدراء المكاتب والذين بدورهم يقومون بتوزيع الامتحانات كل يوم على بقية المراكز التابعة لهذا المكتب. فمدير مكتب المنطقة التعليمية يستلم الامتحان بالكامل ويقوم هو بتوزيعه كل يوم قبل الامتحان بحوالي 15 دقيقة بتوزيع الامتحان على المناطق أو لجان الامتحان. بجانب الامتحان حرصت إدارة الامتحان على أن يكون هناك عدد من النسخ الاحتياطية للامتحان. ورقة الامتحان يوجد عليها اسم الطالب ويوجد عليها كذلك رقم الجلوس، ولدينا كود أو رمز سري خاص بكل طالب. اتخذت العديد من الإجراءات الحقيقة لحماية الامتحانات هذه السنة من التسرب أو من الغش، من ضمنها هي الكود اللي وضع عليه كل طالب. ورقة الاحتياط لا يوجد عليها اسم الطالب ولا يوجد عليها رقم جلوس. الهدف من وجود ورقة الاحتياط هو حل مشكلة طارئة قد تنشأ أثناء الامتحان، يعني بعد ساعات الامتحان. هذا الظرف يوجد به عدد قليل من الأوراق الامتحان، يفترض أن هذا المظروف لا يتم فتحه على الإطلاق بأي حال من الأحوال قبل البدء في الامتحان، قبل البدء في امتحان يعني الساعة 8 صباحا، ولا يتم فتحه إلا بعد إعلام الإدارة العامة للامتحانات أن هناك مشكلة في لجنة ما، ويرغب مدير المكتب بفتح مظروف الاحتياط. وهذا طبعا المظروف توجد به نسخ من الامتحان اللي هو سيتم توزيعه على الطلبة. أقولها وبكل أسف التسرب حدث من بعض مكاتب الامتحان أو مكتب من مكاتب الامتحان التابعة لنا.
ومسؤول الامتحان هو من سيتم محاسبته والتحقيق معه، قام بفتح وسيسرد بالتحديد ما حدث بهذا الشأن. هذا المظروف اللي هو مظروف الامتحان أو الاحتياط مثل ما ذكرت أنه غير مسموح به، ووجهت إليهم تعليمات صارمة بفتح هذا المظروف إلا إذا واجهت اللجنة مشكلة ما يتم فتح المظروف لحل هذه المشكلة، ما عدا ذلك لا يتم فتحه، لا يفتح على الإطلاق. عندما حدث تسريب مادة الميكانيكا أولا وصلت إلينا المعلومات، تأكدنا من المعلومة، وجدنا أن الامتحان الموجود في أو المسرب هو بالفعل أحد امتحانات الإدارة العامة للامتحان، فوجئنا بذلك وأزعجنا الأمر كثيرا. عقدنا اجتماع عاجل صباح الأمس، استدعنا فيه الإدارة العامة للامتحانات وإدارة التقنية والمعلومات، وأيضا قمنا بدعوة السيد مدير غرفة المعلومات ومكافحة الإرهاب الإلكتروني القيادة العامة للجيش الليبي، وتناقشنا في هذا الموضوع، لأنه موضوع خطير ويمس الأمن القومي الليبي، وأعتبره طعنة في الظهر ممن يقوم بهذا الفعل الشنيع الغير مبرر على الإطلاق. عقدنا الاجتماع، توصلنا في نهاية الاجتماع أن يتم توجه لجنة من أكثر من 10 أعضاء من إدارة الامتحانات وإدارة تقنية المعلومات إلى المناطق التعليمية للتفتيش والمتابعة في نفس الليلة، يعني خلال ليلة البارحة، تفتيش مفاجئ ورسمي وعلى كل اللجان للتأكد. نحن طبعا إدارة التقنية والمعلومات أريد أن أوضحها أنها استطاعت خلال ساعة من بعد بداية الامتحان أن تمدنا بمعلومات بأن الامتحان المسرب هو امتحان احتياط، وهذا طبعا يرجع فيه القدرة العالية والإمكانيات الهائلة الموجودة لإدارة تقنية المعلومات، حقيقة لهم الشكر والتقدير. استطعنا تحديد المكان إلى حد ما من خلال رقم الكود، استطاعوا أيضا، لأن دائما المرتكب الجريمة يرتكب أخطاء، فمن ضمن الأخطاء اللي ارتكبها لم ينتبه لرقم الكود اللي نحن وضعينه على ورق الطلبة وكذلك على ورق الاحتياط. من خلال رقم الكود استطعنا نحدد الجهة اللي ممكن أنها تكون قد سربت هذا الامتحان، وبالفعل وضعنا غرفة المعلومات ومكافحة الإرهاب في الصورة، حضر معنا الاجتماع، توجهت هذه اللجنة وقامت بالتفتيش على تمام الساعة 2 ليلا. طبعا تم تسريب أيضا مادة النصوص ليلة البارحة، ولكن بالتنسيق مع غرفة المعلومات ومكافحة الإرهاب الإلكتروني طلبوا منا ألا نثير أي ضجة حول تسرب امتحان النصوص، هم يرغبون في تداول هذا الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي لكي، لأنهم هم تحصلوا على معلومات يريدون أن يتتبعوها، فطلبوا منا أن نترك الموضوع ليلة البارحة كما هو حتى يستطيعوا أن يضعوا أيديهم على من قام بهذا الفعل من خلال شبكة التواصل الاجتماعي. وبالفعل هم استطاعوا تحديد من قام بتوزيع هذه النسخ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تواصلوا معه، استطاعوا جره أو استطاعوا سحبه في الكلام، وتعاملوا معه بطريقة مهنية عالية. أنا أتوجه إليهم بالشكر والتقدير على هذه المهنية العالية لغرفة المعلومات ومكافحة الإرهاب الإلكتروني، وحددوا الشخص اسمه وعنوانه وكذلك في أي المدارس هو، وللأسف أقولها بكل حصر أنه طالب في كلية الطب يعني، وتم القبض عليه، بلغوني اليوم أنه تم القبض عليه وسوف يتم التحقيق معه بشكل مباشر. اللجنة اللي اتجهت ليلة البارحة وصلت إلى إحدى اللجان الساعة 2 صباحا، تواصلوا مع مسؤول الامتحانات في تلك المنطقة ومدير مكتب الامتحانات، طلبوا منه أن يتم إطلاعهم على الأظرف الامتحان لكي يطمئنوا على الأظرف الاحتياط. حاول التهرب، حاول إيجاد المبررات والأعذار، ولكن بيصار السيد مدير الإدارة العامة توجه إليه الشكر، الامتحانات السيد الأستاذ يوسف كريم وجميع زملائه، والدكتور أكرم المدني مدير إدارة التقنية والمعلومات على المجهود الخارق والكبير الذي بذلوه في هذا الموضوع، استطاعوا أن يعني يصلوا إلى
احد مراكز الامتحان او احدى مراكز الامتحان، وعندما دخلوا الى مكتب الامتحان وجدوا للاسف ان هناك مظروف زي ما توقعنا من الاحتياط قد تم فتحه، وهذا امر خطير ومخالف. لماذا يتم فتح مظروف الامتحانات في الليل يعني، وهو مظروف احتياط؟ نحن لدينا مظاريف الاحتياط بهذه الصورة، هذا مظروف احتياط خارج عن إدارة الامتحانات بهذه الشكل. المظروف اللي وجد عند هذا المكتب بهذا الشكل، حاول معالجة الأمر ولكن دائما من يرتكب الجريمة يقع في الأخطاء. واضحة عملية محاولة أن يتم إخفاء معالم الجريمة النكراء. الوضع الطبيعي والصحي للمظروف هو هذا، واضح. وهذا الاستيكر عندما يتم إزالته يتم إزالة الورق، لا نضع استيكرين على بعض على الإطلاق، ولا يمكن تحدث في إدارة الامتحانات. التسريب حدث من هذه المنطقة ومن هذا المكتب. نحن طبعا حقيقة أمر مؤسف ومزعج، ويعني أصابنا بالإحباط بعد هذا المجهود وهذا، ولكن من خلال غرفة مكافحة الإرهاب الإلكتروني، وهنا طبعا أتوجه للعاملين بها اللي أمس عقدوا الاجتماع في الصباح واستمروا في العمل حتى ساعات الصباح اليوم الأولى بشكل متواصل. الشباب لمكافحة الإرهاب الإلكتروني هي شبكة يبدو لي من المجرمين وأيضا الإرهابيين، الهدف منها هو زعزعة الاستقرار والأمن. نحن لدينا جيش وطني حقق الانتصار في ميادين القتال على هذه المجموعات الدنيئة، والآن يلجؤون إلى الطرق الخلفية لتوجيه الطعنة القاتلة من الخلف، وهو هدم أو ضياع جيل بأكمله. عندما يتم إسقاط مبنى من السهل أن يتم إعادة بناؤه خلال 6 شهور، عندما يعني يتم تلف أي شيء في المجتمع يمكن إصلاحه، ولكن البني آدم المواطن التلميذ الهدف هو ضرب الشباب في هذه المرحلة. لماذا الشهادة الثانوية؟ عندنا 40,000 طالب يمتحنون فيه، لماذا تسريب الامتحانات؟ يعني من مستفيد من تسريب الامتحانات؟ هي امتحانات بسيطة وسهلة في متناول الجميع. من الذي يستفيد من تسريب امتحان على وسائل التواصل الاجتماعي؟ وهي ليست المرة الأولى على كل حال التي يحدث فيها هذا الأمر، ولكن احنا شددنا الإجراءات هذه السنة وكنا نتوقع أن لا يتم ذلك، ولكن الأمر تم السيطرة عليه خلال 24 ساعة، تم تحديد مواطن الخلل خلال هذه الفترة، ونحن نتتبع الآن من خلال مكافحة الإرهاب الإلكتروني القيادة العامة، وأيضا من خلال مكتب الأمن الداخلي بنغازي متابعة كل ما يتم في هذا الصدد. الهدف زي ما ذكرت هو ضرب هذا الجيل، وهو محاولة تشويه الامتحانات، محاولة التسبب في ضرر فادح في جيل بأكمله. 40,000 طالب، هذا جيل كامل. من قام بهذا العمل الدنيء هو شخص غير مسؤول، سيتم محاسبته. ونحن قررنا الآتي: أولا إيقاف المسؤول عن هذا العمل في مكتبين تعليميين إلى إيقاف العمل وإحالة على التحقيق الإداري، وأيضا غرفة مكافحة الإرهاب الإلكتروني الآن تقوم بإجراءاتها الأمنية. أيضا سيتم إعادة امتحاني الميكانيكا لمادة الفيزياء وفرع النصوص الأدبية لمادة اللغة العربية، وذلك يومي السبت والأحد الموافق 29 و30 يوليو. بهذا الصدد أنا أود أن أتوجه في نهاية هذا اللقاء برسالتين. الرسالة الأولى هي لهؤلاء المجرمين، نقول لهم: نحن بالمرصاد، نحن موجودين، لن نتراجع، سنواجه إلى أقصى مدى، مثل ما واجه الرجال في الميادين ستجدون نحن كذلك في الساحات الخلفية، سنقاومكم وسنهزمكم، ولدينا الإمكانيات والقدرة على ذلك. الرسالة الثانية للشعب الليبي، للجمهور، لأولياء الأمور، الطلبة، وللنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي: نحن في أمس الحاجة لعون الجميع، ساعدونا
في تحجيم هؤلاء، ساعدونا في القضاء على أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء يهدمون مجتمع بأكمله. نأمل من الجميع أن يهبوا معنا ويقفوا معنا للقضاء على هذه الإجراءات الإجرامية التي تسبب في دمار جيل بأكمله، تسبب في ضياع الدولة الليبية لأجيال مستقبلية. لذلك نأمل من الجميع أن يساعدونا وأن لا يتفاعلوا مع مثل هؤلاء، وأن يتم تحجيمهم ويتم القضاء عليهم بتضافر جميع المجهودات. لكم منا التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.